بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. نحن مجموعة من الضباط وصف الضباط والثوار نعلن عن تشكيل كتيبة حماة الثورة وانضمامها إلى لواء أحرار الجبل الوسطاني بقيادة المقدم أحمد العلي التابع للجيش السوري الحر، وذلك ردا على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابة الأسد من قتل وتدمير باستخدام كافة أنواع الأسلحة، وهدفها إسقاط النظام الفاسد وإقامة دولة الحرية والعدالة. تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.